انطلاقة كبيرة جدا لا 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 للجيل اللي تاريخية، وحاجة تاريخية اللي هي فعلا. بطولة الصفاقسي. بعدها واحنا راجعين، فطبعا بقى كل واحد فينا راجع حاطط رجل على رجل وبتاع، قام مدينا واحدة قال لك 2-0 على الأقل. ايوه كان متعب تقريبا اللي جاب 3 أجوان أو جاب جولين مش فاكر يعني. شوف يا كابتن، يعني كل اللي احنا بنتكلم فيه ده بمناسبة اللي أنت قلت الموضوع ده الكلمتين. كله، وده حقيقي فعلا. طبعا ما هو دايما يجي في ذهن الناس ايه؟ الله، ويقول لك يعني هو الأهلي ده بيكسب كل البطولات دي حقيقي ومش شبعانين. ايوه هو عشان ده. هو والله انا سمعتها مره، ايوه والله مش مره يعني، سمعتها من اصدقائي ما بيشجعوش الاهلي يعني مش اهلاويه، قالوا لي كده، قالوا لي يا ابني انتوا ما بتزهقوش، انت ما ايوه بتزهقش يا ابني. لا ما لقوا لي بزهق. مره زعلان يعني من فتره كده كان على حاجه، فبقول حاجه الاهلي يعني، فبيقول لي، قلت له يا ابني ما انا بزعل، ما زعلان يعني، انا قاعدين بقى وبنلعب مبسوطين وبتاع وكل حاجه، وانا الوحيد اللي قاعد عامل كده يعني. ما ايوه. طب يا وخد عم راي مين بقى في الحاجات دي، او من غير ما تاخد رايهم، المعلقين التوانسه والجزائريين والمغاربه اي حد، والمحللين، شوف دول رغم ان هم مش مصريين، انما هو لما بيجي يتكلم على الاهلي هو بيدي الاهلي حقه. زي كابتن حفيظ الدراجي في مباراته مثلا الاخيره النادي الاهلي امام والله مازيمبي. كلهم الحقيقه لا بس احنا بيدوا بنقول مثل اخير المثل الاخير. لكن او اخر قبل كده، مباراه يعني مش الاخير. قبل كده على طول دايما الكلام لما يجي يتعلق بالنادي الاهلي في مجال كره القدم مثلا، حقيقي انه هو يقول الناس بتستغرب، بيقول لك ايه الناس دي، ما على طول ما شاء الله، احنا تاتش وود يعني امسكوا الخشب، انه ما شاء الله هم بيلعبوا دايما هو دايما يا على زمان. البطولات. هو الاهلي هو صانع النجوم، طبعا هو البطل طبعا في كل الحالات، الحمد لله. حتى الكارهين والحاقدين على الاهلي لما بيذكروا اسمه بيتحط في مكان، بيصبحوا مجال للرؤيه ايوه وللمشاهده. فهو فشلهم وضعفهم، لو انت تلاحظ برنامجين ثلاثه طالعين لنا كمان في الفتره ده، مش هنا في مصر ده بره، عاوزين يدوروا على دور يعني، بدل ما يتكلموا على كورتهم وعلى دورياتهم، حط الاهلي في جمله وقت حد يقول لك ايه كلمتين يا ثلاثه اسمع، لو كده، ما حطش الاهلي ما حدش هيبقى ما حدش هيبص عليك. فاللي انا عاوز اقوله انه يعني ربنا يعني الحمد لله على النعمه، نعمه ربنا كبيره جدا على الاهلي وجماهيره، نعمه التوفيق ونعمه حقيقي. يعني بامانه شديده نعمه الرضا دي اللي نشكر عليها ربنا رقم واحد ومليون وتريليون. ربنا هو صاحب الفضل صحيح على الاهلي في كل اللي بيحصل من بعد الجهد اللي بيتعمل، وتكليل هذا الجهد باللي احنا شايفينه. فانا عاوز اقول انه الاهلي ما بيشبعش، جمهوره ما بيشبعش حقيقي من البطولات، ده شيء مش سلبي، ده شيء ايجابي عادي جدا. وانت ماشي في طريقك بيحصل لك اي موقف بتتعلم منه، طبيعي طبيعي جدا. خد بال حضرتك، فعاوز اقول انه ان شاء الله ربنا يكلل يا رب باذن الله تعالى المجهودات في جهد اللعيبه في بطوله افريقيا لليد، في الماتش المهم والصعب الحاسم يوم الجمعه ان شاء الله يكون التوفيق، والفوز بالبطوله هيكون حاجه كبيره جدا. فده كله ده ما بيجيش من فراغ، نتيجه ربنا سبحانه وتعالى بيكافئ المجتهد، حقيقي بيكافئ اللي بيعمل، بيكافئ اللي بيشتغل، صحيح. بيشتغل على نفسه، ما بيشغلش نفسه بغيره، هو مشغول بتصحيح اخطائه، بانه هو يبص يعمل ايه قدام، هو ده الهدف. ودي هي سياسه الاهلي على مدار التاريخ، الاهلي ما بيزورش وراه ولا امامه ولا بتاع، هو بينظر امامه فقط، ومالوش دعوه باللي بيقول ايه ورا عليه ايه، صح. ولا يمين ولا شماله. فنتمنى ان شاء الله التوفيق باذن الله تعالى في اللي جاي. السنه اللي فاتت زي دلوقتي بعد ما ضاعت بطوله الطايره، الناس كل الناس قالت ايه؟ ان دي هتبقى نقطه لاصلاح، وده اللي حصل، ان هو النادي الاهلي دايما بيفكر ايه السلبيات، يعني هو ما بيبصش الايجابيات، خلاص حققت لك بطولات. انت بتتكلم على ايه لما تفقد بطوله؟ بتبتدي تشتغل على هذا الامر، يا اما تدعم بلعيبه، يا اما تغير مدير فني، يعني بتوفر كل الاجواء انه الفريق يعوض اللي فاته، وده اللي حصل. يعني ما رغم يعني ان الفريق خسر اهم 2 لعيبه على فكره، بالظبط يعني بامانه شديده 2 لعيبه كبار من جدا، اهم لكن اللاعبين من اهم اللاعبين الموجودين في الفرقه في منتخب مصر، لكن الاهلي لا هو من يقف على يصنع احد الحقيقه. ما سمعت كلام، هو من يصنع النجوم. لما سمعت كلام خالد، الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي، وهو بيتكلم قال لك دي مؤسسه، واحنا خالد موجود، اسلام صحيح. موجود، محمد موجود، هي مؤسسه وماشيه في ظل هذه الاجواء.